زي ما حضراتكم اكيد اكيد واخدين بالكم، طبعا الرئيس متابع دائما يعني مبادره 100 مليون صحه منذ اطلاقها وحتى الان. احنا معانا الدكتور يحيى الشاذلي، عضو اللجنه القوميه لمكافحه الفيروسات الكبديه. مساء الخير يا دكتور، واهلا بحضرتك. مساء النور، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. يعني عايزينك تكلمنا عن حجم ما تم انجازه في مبادره 100 مليون صحه لحد النهارده، ايه اللي اتحقق؟ طيب هنرجع وراها شويه علشان نفهم الناس بس القصه ايه حكايه المبادره دي. احنا كانت مصر هي من اعلى دول، اعلى دوله في العالم في نسبه الاصابه بالفيروس، وده طبعا كان وضع يعني مخجل لنا، بالاضافه الى اثره سيء جدا على البيت المصري. ما فيش بيت كان يخلو من فيروس دي. خدي بالك اللي كان بنشوفهم دول لا يمثلوا 15 20% من حاملي الفيروس اللي هم بنسميهم المرضى، لان فيروس سي مرض ضعيف وبطيء وما بيبانش غير في المراحل المتقدمه. فاللي كانوا بيشتكوا او اللي كنا بنشوفهم ودول نرى نتكلم عليهم، ودول اللي تم علاجهم سنه 15 و16 2015 و16 وممتد حتى الان يعني، لكن دول كانوا ال 2 مليون او ال 2 مليون ونص اللي تم علاجهم. معروف ان دول لا يمثلوا بس المصابين، في ناس ثانيه هيجوا مكانهم لو ما كناش نكتشفهم ونعالجهم. ومن هنا كانت مبادره السيد الرئيس من البدايه، مش المبادره دي بس، قبليها كان في مبادره وقبليها كان في قرار رئيس وزراء، انه لا انتوا تفحصوا السلام عشان نعرف ال 80% العيانين دول وعشان نديهم العلاج. وكانت اللي احنا فاكرينه ان نسبه اللي عندهم الفيروس دول تصل الى 12% في بعض النتائج ولا 20%. لما عالجنا الناس دي وابتدينا نفحص ملايين اكتشفنا ان نسبه الاصابه الفيروسيه اقل من كده بكتير، فوق ال 18 سنه ما تزيدش عن 4.5% اللي عملناهم في المرحله الاولى مثلا. نمره 2 في السن الصغير اللي الرئيس برضو اصر ان احنا نعمل لهم، بالرغم انه دوليا نسبه الاصابه قليله فيهم فما بيتعمل لهمش مسح لا تتعدى 3.1%، يعني اقل من نص في المية. ده معناه ايه؟ ده معناه نمرة واحد ان احنا بنطمن الشعب، نمرة واحد انت كل 100 واحد بنفحصه 95 بنطمنهم ان ما عندهمش. هي مش القصه بس ان اقول مصر مليانه فيروس، لا، في 95 ما عندهمش، فدول بياخدوا رساله اطمئنان. و5% بيبقى عندهم الفيروس، بيتم كملوا فحوص اخرى نعمل لهم الفيروس نفسه عشان نتاكد انه مازال موجود وبياخدوا علاج. فالمبادره هنا كانت ان احنا عايزين نفحص كل سكان الدوله، كل اللي فوق 18 سنة في الدولة اللي هم 52 مليون نسمة، اتقسموا لثلاث مراحل. المرحلة الأولى كان احنا المفروض نفحص 17 مليون، فحصنا 12 مليون والوزيرة مدت سنة شهر تاني لحد يوليو. اللي فاضل ده مش متفحص، جزء منه اوريدي كان اتعالج وجزء منه بيعمل خارج محافظته وبالتالي ما بيبقاش متواجد. وعشان كده معالي الوزيرة خلت المرحلة الأولى مستمرة لسه في شهر ديسمبر وابتدينا المرحلة الثانية، وده إحدى أسباب إن المرحلة الثانية اللي بيجي أكتر من اللي إحنا متوقعين. إحنا الرقم المستهدف 20 مليون في 3 شهور، لما تيجي تقسميهم على الشهر يبقى المفروض كل شهر نفحص 6.5، إحنا في 15 يوم أوريدي فحصنا 5 مليون. يعني 6.5 هيخلصوا بعد بكرة، يبقى الباقي ده إيه؟ حاجتين، إن الناس ده يدل إن الناس واعية وشايفه ان ده افكتيف وشايفه ان ده كلام مش كلام ده فعل، وشايفه ان لا بيضيع وقتها وبتستفيد وما بتتكلفش ما بتدفعش ولا مليم، وان اللي بيتعمل باحسن وسائل ما بقاش محتاج كلام. فده معناه ارتفاع وعي الناس وجه، وده معناه برضو اللي بيشتغلوا في القاهره او بيشتغلوا في الاماكن سايبين قراهم بيجوا يتفحصوا تاني، بيتفحصوا في العاصمه بدل ما بيتفحصوا في مكانهم. ممتاز. طب ده اللي اقدر اقوله، ده اللي استنتجناه من اللي ابتديناه، لكن ما فيش ابدا في الدنيا كنا نتخيل ان احنا في 15 يوم نروح فاصيل 5 مليون. انا بتكلم عن المرحله الثانيه اللي هي ابتدت 1 ديسمبر، لكن احنا وصلنا لحد دلوقتي الرئيس الصبح قال 17 مليون اعتقد بالليل يوصلوا. خدي بالك احنا بنفحص كل يوم حوالي من 300 ل 400,000، فاما بتساليني على رقم بعد ساعه بيكون اتغير. طبعا بيزيد طبعا على مدار الساعه، مش ب 100 ولا 200، بيزيد زي ارقام زي تعداد السكان كده بمئات الالوف بالظبط. بنفحص في اليوم من 300 ل 350,000 بالاضافه الى اللي بيتفحصوا طلبا ما بين 15 و 18 سنه في المدارس اللي ما وصلوا اظن النهارده 400,000. طب ده هايل يا دكتور، قليل قوي. اقل من 3.1%. طب الرئيس اتكلم كمان يا دكتور يحيى عن صحه المصريين بشكل عام، وان نسبه كبيره كمان من المواطنين مصابين بامراض السمنه. اهميه الكلام بالمره، واحنا بنعمل فحص فيروس تي بس قلنا ما بالمره يتقاس هتكلفني ايه؟
انا فرصه انه جه مش هعرف اجيبه تاني. طبعا طب اشوف له سكره واقيس له ضغطه واشوف نسبه السمنه فيه. صحيح. اكتشفنا زي ما الرئيس قال ان 11 مليون من 18 مليون دول بيشتكوا من حاجه ما، في طبعا بعض عندهم كله وفي بعض ما عندهمش، لكن كل معظمهم ما تيجي تقولي 17 11 مليون من 17 مليون يعني اكتر من 50% يا عنده ضغط يا عنده سكر يا عنده سمنه يا عنده الفيروس سي يا سليم. ده يدلك ان احنا الخطوه دي ما كانتش كده هبهزر، ويدل اهميه الخطوه دي ايه. يعني انا لما اوصل لنتيجه ان 50% عندهم، لا ده انا كنت محتاج بقى المبادره فعلا. انا اديت طبعا انا اديتك انذار يا عم مبروك ما عندكش فيروس سي، لكن خد بالك من وزنك بالظبط، سكرك لو سمحت بقى روح عشان تتعالج من السكر، وبياخد جواب للتحويل انت الضغط عايز تتفحص علشان ضغطك. فالحقيقه الـ 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 الامراض غير الساريه او فحص المرضى للامراض غير الساريه بالرغم انها كانت الناس بتقول الله طب وليه وده ماله بالفيروس، لا طلع له فايده جامله جدا طبعا. وبدل ما انا بعمل انتخابات على مرتين انا عملتها على مره واحده، هو جاي جاي صحيح 3 دقايق زياده. طب يا ترى فاتوره فاتوره المبادره مبادره 100 مليون صحه ممكن توصل قد ايه بعد ما تنتهي كل مراحلها مراحلها الثلاثه؟ توصل 130 مليون دولار. يا مليار مليارات يعني 130 مليون دولار. 130 مليون دولار تمام، ولكن بالتأكيد يعني ليهم فايدة كبيرة. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور يحيى الشاذلي.